فالظرف ديال الاستعداد ديال المنتخب الموريتاني هو كيف قلنا حنايا فتره قصيره وقصيره وقصيره جدا، وفي هذه الفتره هذه ما يمكن لك شيء على انك توصل للتميز او لما يسمى بلا بيرفيكسيون تكنيك، ما يمكنناش نوصلوا لها في ظرف 10 ايام. اذا غنحاولوا ما امكن نركزوا على المبادئ الاساسيه التقنيه اللي خصها توفر في كل لاعب باش يمكن له يدخل الممارسه. تقنيات الفرديه، المهارات الفرديه هذه كتجي من عند اللاعب، الى ضافها مزيان، ما ضافها شيء يستعمل غير التقنيات الاساسيه والاوليه باش يمكن لنا نوقف وقفه مشرفه وندافعوا على الاسم ديال موريتانيا بطبيعه الحال. كيف اللي سبق لي شرط لها، هذه حقيقه ماشي جات من الخيال، هذه حقيقه. اللاعب المغربي لاعب مهاري جدا، وهي اللي كتسهل في الممارسه ديال الفوتسال انه يكون لاعب معطاء ويعطي نتائج. اللاعب الموريتاني عنده بنيه جسمانيه، عنده مثلا الا بغينا نقولوا واحد القوه بدنيه، ولكن كنخدموا حنايا على اللياقه البدنيه، حيث كاين فرق ما بين القوه البدنيه واللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه هي اللي كنلعبوا بها المقابله. يمكن يكون الانسان عنده بنيه جسمانيه قويه كبيره، ولكن ما يمكنلوش يسير الايقاع ديال المقابله. وهذا هو الجانب التقني اللي كنخدموا عليه حاليا، هو اننا نستطيعوا نسيروا من الناحيه البدنيه مجريات المقابله، في ارتفاع الضغط، في انخفاض الضغط، الى اخره. هذا هو الهدف ديالنا الأولي من خلال هذه التدريب هذه. نشكركم على الحضور ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، ونباركوا للمدرب في كأس العرش، ونتمنى أنه يكون إضافة أيضا للمنتخب الموريتاني ونحقوا نتائج إن شاء الله ممتازة ونتأهلوا للدور القادم، ولما نتأهلوا للكأس الإطار الوطني. طبعا نتائج المغرب دولة رائدة في الكرة القدم داخل الصلاة، هذا شيء لا يخفى على أحد. احنا بما ان جيران وذا قلنا ان نستفادوا من التجربه المغربيه، والحمد لله توفقنا في المدرب، والمدرب يعني لبى يعني طلبنا جزاه الله خير، ونتمنى ان نتوفقوا فيه ان شاء الله. تكون يوم الجمعه ان شاء الله مباراه وديه بين منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا في قاعه محمد السادس. لا الى حد الان ما كنا نفكروا في هذا، كنا نفكروا اذا كانت مباراه السوبر ان شاء الله تكون في المغرب، لكن الاستعدادات تكون في موريتانيا، والاستعدادات الانتقائيه لو الاختيار منتخب والمنتخب يستعد في المغرب. تنظن الاستفاده راح تكون على جميع الأصعدة، تقنية، بدنية، لوجستيكية، تسويقية. المغرب كان تيلعب مع منتخبات اللي في المستوى ديالو، اليوم كنلعبوا مع منتخبات رائدة، فهذا هو التسلسل. هذه كانت استراتيجية تقنية خدمنا عليها على 8 سنوات باش وصلنا لهذا المستوى هذه. فلا بغيتي تستافد ضروري خصك تلعب مع المنتخبات القوية اللي كاع احسن منك، اللي سبقنا في اللعبة، عندهم لاعبين محترفين، عندهم بنيات تحتية كبيرة. فالحمد لله لحد الساعة نحن كنظن أننا نقاوم هذه المنتخبات، ولكن راه مازال ما وصلناش للمستوى الأول عالميا. أولا المغرب راه بطل إفريقيا مرتين وبطل كأس العرب، فأنا تنظن أنه وصل المغرب لهذه المرحلة هذه. ولكن باش نقولوا أن المنتخب الوطني المغربي أي منافسة قارية راه غيدخل يفوز باللقب، هذا راه ما يعني شيء ماشي معقول سيغ لو بلون تكنيك، لان الكره هذه تقدر تكون هذاك الماتش ماشي اون فورم، تقدر تخرجوا مفاجات. كاين سكون ابيل لي زامبريفو ديال الفوتسال الفوتبول، بما فيه لي بليسور، الورقات الحمراء، ظروف المباراه، بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تضيع لك لقب. لكن حاليا راكم تتشوفوا انه المغرب داخل مرشح، لكن بالنسبه للمستوى العالي العالمي اللي تنهضروا عليه، دوك الثمانيه الاوائل ولا العشر الاوائل، راه خص انخراط الجميع باش نكونوا في هذاك المستقبل الكبير، لانه خص قاعات، خص تكوين، خص الموارد الماليه، اللاعبين، المدربين. فتنظن انه مشروع كبير باش نوصلوا للمستوى العالمي.